قبل أن نبدأ الحصة، ما أجمل أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا ننسى كذلك زر الإعجاب لتشجعونا على إنتاج المزيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحبابي طلاب الصف الأول؟ أسأل الله تعالى أن تكونوا بأحسن حال. في الحصة الماضية تعلمنا عن الأذان الذي يذكرنا بدخول وقت الصلاة. طيب يا شباب، هناك شيء آخر يقوله المؤذن يشبه الأذان ولكنه أقصر من الأذان، من منكم يعرف هذا الشيء؟ أحسنتم يا أيها الرائعون، نعم هو الإقامة. طيب، ما الفرق بين الإقامة وبين الأذان؟ من منكم يستطيع أن يسمعنا الإقامة؟ تفضل يا أيها الأسد نواف. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ما شاء الله عليك يا نواف، قلبك ذكي وحفظك قوي. من يسمعنا الإقامة كذلك؟ ما أروعك يا جبر، كلما سألت سؤالا أراك من أوائل المجيبين، تفضل. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر. أحسنت يا أيها الرائع، فتح الله عليك. إذن يا شباب، الفرق بين الإقامة والأذان أن الأذان نكرر فيه العبارة مرتين، والإقامة نقول فيها العبارة مرة واحدة. وكذلك في الإقامة يوجد عبارة زيادة لا نقولها في الأذان، نقولها فقط في الإقامة، وهي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والآن يا شباب، دعونا ننتقل إلى حل تمارين درس سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكذلك سوف نحل إن شاء الله تعالى تمارين درس الأذان. نذهب إلى الصفحة 82، التمارين والأنشطة. أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون النار، الأصنام، الأشجار. ما أروعكم يا أيها المجتهدون، نعم الأصنام. المستطيل الذي بعده، نبي الله إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، أبو البشر، آخر الأنبياء. فتح الله عليكم، نعم هو عليه السلام أبو الأنبياء. ننتقل الآن إلى الصفحة التي بعدها لنحل سؤال ملء الفراغ. أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. الكلمات إسماعيل، إبراهيم، وحده.
العبارة الأولى: دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله تعالى. رائعون، نعم، إلى عبادة الله تعالى وحده. ثانيا: ساعد إبراهيم عليه السلام في بناء البيت ابنه. أروعكم، نعم، إسماعيل عليه السلام. ثالثا: نؤمن برسالة، بقيت كلمة واحدة، إبراهيم عليه السلام. والآن ننتقل إلى تمارين درس الأذان. نذهب جميعا إلى الصفحة رقم 90. السؤال الأول: أرتب ألفاظ الأذان حسب ورودها من 1 إلى 7. المستطيل الأول: أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. ما رقم هذه العبارة؟ ممتازون، هي العبارة الثالثة. المستطيل الذي بعده: حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذه العبارة ما رقمها؟ أحسنتم، الخامسة التي بعدها: أشهد أن لا إله إلا الله. بارك الله فيكم، نعم، هي العبارة الثانية. والعبارة التي بعدها: لا إله إلا الله. ممتازون، نعم، هي العبارة السابعة. والعبارة التي بعدها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهي محلولة، هي العبارة الأولى. والعبارة التي بعدها: حي على الصلاة حي على الصلاة، لم يبق غيرها، العبارة الرابعة. وآخر عبارة: الله أكبر الله أكبر، هي العبارة السادسة. ننتقل إلى التمرين الذي بعده: أصل ألفاظ الإقامة حسب ورودها. الله أكبر، بماذا نصلها؟ أحسنتم، الله أكبر الله أكبر. الثانية: أشهد أن لا إله إلا الله. بوركتم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. التي بعدها: حي على الصلاة. رائعون، حي على الصلاة حي على الفلاح. والأخيرة: الله أكبر الله أكبر، لم يبق غير خيار واحد، لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهكذا يا أيها الأحباب تنتهي حصتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.